كما تلاحظون السماعة بدأت بعملية الاشتغال. أظنكم أنكم تسمعون الصوت بشكل جيد. عدنا إليكم أصدقائي الكرام من جديد، وكما تشاهدون لدي أمامي علبتين ولكل علبة مشكل إخواني الكرام. فالعلبة على اليمين لديها مشكل، وكذلك العلبة على اليسار لديها مشكل مختلف أيضا. فإن قمنا بتوصيل العلبتين بالشاحن، على سبيل المثال نقوم بتوصيل العلبة على اليسار كما تشاهدون، فهي تضيء باللون الأحمر، يعني بدأت عملية الشحن. وكذلك عندما نقوم أيضا بتوصيل العلبة على اليمين، فهي تضيء باللون الأحمر، يعني بدأت عملية الشحن إخواني الكرام. لكن الملاحظ في العلبتين هو أن هذه السماعة في اليمين، فعندما أضعها في الشحن فتضيء باللون الأحمر، يعني أنها بدأت عملية الشحن. لكن عندما أقوم بوضعها لمدة طويلة فهي تبقى على هذا الحال ولا تعطيني على أنها انتهت من الشحن. فعندما أقوم بإزالة هذا الكابل من الشحن، فعندما أقوم بالضغط على هذا الزر لكي أتأكد من عملية الشحن، وبالمناسبة أريد فقط أن أقدم معلومة يسأل عنها الكثير: ما دور هذا الزر بالنسبة للسماعات؟ دور إخواني الكرام هذا الزر بالنسبة لعلب السماعات، فهو يعطيك هل العلبة مشحونة أم لا. فعندما تقوم أنت بالضغط على هذا الزر يضيء لك مصباح، فلكل علبة مصباح، قد يكون موجودا بالداخل وقد يكون موجودا في الخارج كما هو في هذه العلبة. فعندما تضغط عليه يعطيك ضوء، يعني بدأت يعني أن العلبة مشحونة أخي الكريم. وإن كانت بعض العلب تتوفر على 3 أضواء، منها الأبيض والبرتقالي وكذلك الأحمر، فلكل لون نسبة شحن. فالأبيض يعني أن العلبة ممتلئة، والأحمر أظن أن العلبة أظن أنها نصف في الشحن، لكن البرتقالي يعني أن عليك شحن العلبة. هذا هو دور الزر إخواني الكرام. وكما قلنا مشكل العلبة الثانية، فهو عندما أقوم بوضعها في الشحن فهي تشحن بشكل عادي، وكذلك عندما أقوم بإزالة هذا كابل الشحن، عندما أقوم بالضغط على هذا الزر يضيء لي هنا ضوء أزرق كما تشاهدون. هذا الضوء الأزرق فهو يدل على أن العلبة مشحونة، لكن السبب أو المشكل فهو أن العلبة فهي لا تشحن السماعات إخواني الكرام. فلدي سماعة على اليمين فهي لا تصدر أي أضواء، والسماعة على اليسار فهي تصدر ضوء أحمر ينطفئ لمدة 3 ثواني أظن أو 4 ثواني بمجرد الضغط على الزر هنا أسفل العلبة كما تشاهدون. سوف يظهر لكم ضوء أحمر، هذا هو الضوء الأحمر الذي أتكلم عنه. ذلك الضوء الأحمر يدل على أن السماعة بدأت عملية الشحن لكن تنطفئ بسرعة. هذا هو المشكل، يعني أن العلبة مشحونة ولا تشحن السماعات. وفي هذا المشكل فالعلبة فهي لا تشحن، لا تعطي أضواء، يعني أنها توهمك بأنها بدأت عملية الشحن لكن العلبة في الأصل غير مشحونة، وكذلك السماعات بداخلها غير مشحونة. وبالتالي سوف نكتشف أو نقوم بحل مشكل لهذه السماعة، وكذلك نقوم بحل مشكل هذه السماعات. فإن صح القول فلدينا مشكل هنا يخص السماعات، وفي هذا المشكل المشكل يخص العلبة، وأظن أن السماعات قد يكون بهم مشكل. كما قلت هذه العلبة فهي مشحونة، والدليل على ذلك هو هذا الضوء الأزرق الذي يصدر من العلبة، لكن فهي لا تقوم بشحن السماعات. لذا سوف نضع العلبة جانبا ونقوم بحل مشكل السماعات. وكما سبق وذكرت في بعض الفيديوهات، فأنا أستعمل أشياء بسيطة لحل بعض المشاكل المتعلقة فيها بهذه السماعات. أولا سوف نحتاج هذا البرغي، فأول شيء يمكنك القيام به كأنت كمستعمل لهذه السماعة وليس لك خبرة. فأول شيء يمكنك القيام به هو تنظيف هذه السماعات من هنا، لأن تنظيف هذه السماعات
السماعات من هنا يساعد على تماس السماعتين مع العلبة. فكما تعلمون في داخل العلبة يوجد هناك قطبين، هذه القطبين فهما مسؤولين عن نقل التيار إلى هذين الأماكن هنا. سوف نقوم بتنظيفهما بأي أداة حادة لتتمكن السماعات من الاتصال مع العلبة. هذه أول عملية نقوم بها ونتمنى أن تكون ناجحة، وإن لم تنجح سوف نلتقي إلى العملية الثانية. سوف نقوم بالضغط على هذا الزر ولدينا نفس المشكل، فقط هذه السماعة في اليسار هي التي تضيء باللون الأحمر، هي التي تضيء باللون الأحمر، لكن السماعة في اليمين فهي لا تصدر أي أضواء. إذن فهذه العملية التي قمنا بها فهي غير فعالة بالنسبة لهذين السماعتين. سوف نأتي بشاحن، هذا الشاحن فأنا أتمنى أن يكون لديكم لأنه مفيد لهذا السماعات، مفيد جدا. هذا الشاحن فهو الذي يتوفر على هذا المصباح هنا إخواني الكرام، مصباح يضيء، فهذا المصباح يضيء عندما تقوم بتوصيله بالتيار الكهربائي. ولماذا يجب أن يكون في هذا المصباح؟ لأننا سوف نقوم بتوصيل السماعتين بشكل مباشر بهذين السلكين هنا بشكل مباشر، ونقوم بشحنهما مباشرة أو نعوض العلبة. في هذه الحالة فنحن نعوض العلبة، ما عليك فقط هو توصيل هذين السلكين هنا، وبالتالي يمر التيار مباشرة إلى البطارية. لماذا هذا المصباح؟ كما قلت فلدينا هنا بالنسبة لهذين القطبين فيوجد قطب سالب وقطب موجب. كيف أنا أعرف أن القطب السالب من الموجب؟ فبالنسبة لك أخي الكريم فأنت لا تعرف أين هو القطب السالب والموجب، فعندما تقوم أنت بهذا بوضع الأسلاك هنا، فإن قلبت الأسلاك فإن وضعت السالب مع الموجب فهذا المصباح هنا ينطفئ، يدل على أنك قلبت الأسلاك، وبالتالي تتفادى الأمر وتقوم بقلب الأسلاك على هذا الشكل. ومعلومة، فالأحمر يمثل الزائد، فاللون الأحمر يمثل الزائد واللون الأسود يمثل السالب، هذه معلومة. فأي سلك أظن أي شاحن قمت بتقطيعه سوف تجد لونا أحمر واللون أسود، وقد تجد اللون الأسود واللون الأبيض، الأحمر هو الزائد والأسود هو السالب. وبالتالي لدينا هنا السماعات، سوف نقوم بتوصيل هذا الشاحن مع التيار الكهربائي. قمنا بتوصيل الشاحن مع التيار الكهربائي، سوف نقوم الآن بتوصيل السماعتين بشكل مباشر مع التيار الكهربائي المار عبر هذا السلكين. ولنتأكد من أن التيار يمر، ما علينا فقط هو أن نقوم بقياس جهد التيار. لدينا هذا هنا، وكما تشاهدون فجهد التيار فهو 5.8 فولت، يعني هذه قوة التيار المارة عبر هذا الكابل الشحن. سوف نقوم بتمرير هذه القوة مباشرة إلى البطارية، ونتمنى أن تضيء هذه السماعة أو تبدأ عملية الشحن. وأريد منكم أن تلاحظوا معي هذه الوضعية التي أخذ بها أنا الأسلاك، في حالة إن لم تكونوا غير متأكدين من وضعكم الأسلاك بشكل جيد. فأضع السلك الأحمر في الأعلى والسلك الأسود في الأسفل، وأخذ السماعة على هذا الشكل بحيث تكون البطارية أو جهة السماعة في الأعلى، و مكان لمس السماعة في الأسفل، ونقوم بالتقريب على هذا الشكل. لا يمكن، لا نقوم بقلب السماعات، لأنك إذا قلبت السماعات فسوف تقوم بوضع السالب مع الموجب. في هذه الحالة فالموجب في بالنسبة للسماعة هو الأعلى، ولدي أنا السلك الأحمر في الأعلى، يعني أنني سوف أضع الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. هذه معلومة يمكنك القيام بها والتأكد منها في حالة إن وجدت شاحن بدون مصباح، هذه المعلومة فهي يمكنك تطبيقها. سوف نقوم بتوصيل السماعة بهذه الأسلاك، وكما تشاهدون هناك ضوء أحمر،
هذا الضوء الأحمر فهو يدل على عملية الشحن، لكن مع الأسف ينطفئ هذا الضوء بسرعة، فمن المفترض أن يبقى هذا الضوء شغال حتى أقوم بإزالة الأسلاك، لكنه ينطفئ ورغم أن الأسلاك متصلة بالسماعة، وبالتالي فأظن أن لدى هذه السماعة مشكل. سوف نقوم باختبار السماعة الثانية، نأخذها على نفس الوضعية، وكما تشاهدون فلدينا ضوء أحمر، ومن المفترض أيضا أن يبقى شغال لمدة وضع الأسلاك في أسلاك، لكنه ينطفئ إخواني الكرام. وأظن أن المشكل ليس بالعلبة، فالمشكل هو بالسماعات من الداخل. سوف نقوم بفتح السماعات من الداخل. فالطريقة فتح السماعات من الداخل فهي سهلة جدا، فما عليك فقط هو ملاحظة هذا الخط الموجود هنا وتوجيه السكين نحوه والضغط قليلا، وسوف تنفتح معك السماعة بشكل عادي إخواني الكرام. كما تشاهدون هذه هي السماعة، نقوم بفتح السماعة الثانية. وتنفتح معنا. سوف نقوم باستخراج البطارية، لأن المشكل أظنه أنا بالبطارية هي المسؤولة عن عدم اكتمال الشحن. سوف نقوم باستخراج هذه البطارية، ونأتي بهذه أداة القياس ونقوم بقياس هذه البطارية. كما تلاحظون على قارئ القوة فهو يعطينا 0.70 تقريبا، وهذه قوة غير كافية لتشغيل السماعة، فمن المفترض أن تكون 3.5 أو 3.7 هي قوة السماعة أو قوة البطارية. بالتالي سوف أقوم بتوصيل هذه السماعة بهذين السلكين بشكل مباشر، أضعهما في مكان البطارية، وكما تشاهدون لدينا هنا سلك أحمر وسلك أسود. سوف أضع الأسود مع الأسود، الأسود مع الأسود، والأحمر مع الأحمر إخواني الكرام. وسوف أقوم بالضغط هنا لتشغيل السماعة. كما تلاحظون السماعة بدأت بعملية الاشتغال. نذهب إلى خاصية البلوتوث، وكما تلاحظون ظهر اسم السماعة هنا E12. سوف أقوم بالضغط عليه واقترنت السماعة، وكما يظهر لكم هنا نسبة الشحن فهي 100%، يعني نسبة الشحن فأظن لن تتغير لأنني أقوم بتوصيلها بشكل مباشر مع التيار الكهربائي أو بالشاحن الذي سبق وأن وضعناه لاختبار السماعات. ما علينا فقط هو أن نقوم بتشغيل الموسيقى ونتأكد من الصوت. إخواني الكرام، سوف نختار هذه الأغنية هنا، وأظن أن السماعة شغالة أو بشكل جيد. سوف أقوم بتقريبها إلى هذا الميكروفون الذي أستعمله. أظنكم أنكم تسمعون الصوت بشكل جيد. هذا هو صوت السماعة إخواني الكرام. إذن ما نستنتجه من خلال هذه التجربة أن المشكل كان بالبطارية أخي الكريم، فالبطارية هي المسؤولة عن تلك الأضواء التي تصدر من السماعة كما ظهر. فهذه السماعة أو كلتا السماعتين أظن لديهم نفس المشكل، فعندما نقوم بتوصيلهم بتيار مباشر من هنا فالبطارية لا تستقبل الشحن بشكل إخواني الكرام بشكل جيد، بالتالي فالسماعة تعطيك تلك الإشارة على أنها
تشحن لكن تنطفئ بسرعة. هذا هو المشكل إخواني الكرام، ولكي لا أطيل عليكم في الفيديو، فالفيديو القادم إن شاء الله سوف نريكم طريقة إصلاح هذه البطاريات أو إعادة إحياء هذه البطاريات، لأن المشكل إخواني الكرام أن هذا النوع من البطاريات فهو غير موجود في الأسواق، وحتى وإن أردت شراء هذه البطارية فسوف تقوم بشرائها بثمن سماعة جديدة إخواني الكرام.